السلام عليكم اخوان، نهاركم مبروك وتحيه جميع المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن. اليوم كنتواجدوا في حد المنافه اقليم مراكش بتاريخ 2022 شهر 4 في 24. قوم معي الاخوان تشوفوا الاثمنه ديال السوق في رحبه النعجه والحولي والحولي الاخر البدري. وما تنساش اخوان تعاونونا، هادشي خير منكم. شي لايك للفيديو، ابوني للقناه، شي تعليق يكون زوين. تبارك الله الاخوان، حس ليها تبارك الله غليظه، راس ديال السوق تبارك الله، الله يبارك، غلي مليحه تبارك الله، السلعه كثيره تبارك الله، والسلعه اليوم كاين المليح وكاين الزين، والثمن راه كاين الاخوان كما كنعرفوا الثمن راه كاين. صباح النور خويا، كيداير؟ بخير، لاباس عليك هاني؟ هضر معنا خويا يوسف، كيداير خويا يوسف؟ لاباس عليك هاني؟ الله يحفظك ليا، بخير خويا شريف؟ شحال عاطين؟ قال جوج 58 58 اللي عاطينو تبارك الله، 2900 اللي عاطينو تبارك الله، السلعه غليظه ومليحه. الثمن الاخوان راه بقى والو، راه شبقى قال عيد والو شهرين وقول لهم راه غليظه ومليحه تبارك الله. شحال من راسيه سيوس؟ 10 10 تبارك الله، 10 الحواله ملاح. لعيب والو خويا يوسف ياك؟ نقا الله يرحمه ويهديه، حاجه مليحه تبارك الله. والزين وراجع السوق صراحه، هي اللي بالي اغلى مليحه، راس راس السوق. انتم سلعة كثيره تبارك الله. خويا يوسف تقول النمر ديالك؟ قول النمر اخويا. 06 22 30 69 18. ود الحاج دبيب الله يرحمه. ود الحاج دبيب الله يرحمه، الله يرحمه في النهار. تبارك الله، سلعة كثيره. ودعوا مع اخوان كما سمعتوا، دعوا مع السيد بالرحمه تبارك الله. الاخوان المليح كاين تبارك الله، والثمن راه بحق تبارك الله، سلعه كثيره مليحه تبارك الله، وقدريه والثوب ديالها كثير تبارك الله. صباح النور خويا، كيداير؟ لاباس عليك هاني؟ الله يحفظك، تنين الخير اخويا؟ 64 عطاوها لك ولا لا؟ جاب الله 64 تبارك الله، 3000 وميش كيطلب فيها تبارك الله. شحال من راسية؟ سبعة خرفان، سبعة خرفان لعيب والو تبارك الله. 64 كيطلب فيها 3200 تبارك الله، سلعة كبيرة تبارك الله. خويا يمكن لي شحال المشرى؟ المشرى 60 قال جوج، 60 قال جوج 58 مشرى. الله يرحم والديك، الله يحفظك، قلت ما كنقولوش، الله يحفظك. مشرى 58 1900 2900 تبارك الله، سبعة الخرفان زينين تبارك الله، سلعة كي دايرة تبارك الله. شحال شريب؟ مليون ونص. واه الحولة التمر تبارك الله، راه كاين المليح مولا. راه تبغى تقول النمر ديالك اخويا ولا بغا شي واحد؟ لان حنا بعتي الله يسخر. قول اخويا. 06 15 99 60 52 مرحبا. اللي بغى اخوان سلعه مرحبا، لا ولا شي سلعه اخرى مرحبا، اللي بغى شي حاجه مرحبا بحال هادشي. تبارك الله الاخوان، راس ديال السوق بمعنى الكلمه اخوان، راس ديال السوق تبارك الله، بمعنى الكلمه راس ديال السوق تبارك الله. صباح النور خويا عبد الكريم، كي داير؟ لاباس عليك، نهاركم مبروك بعدا اخويا. تاين الخير اخويا عبد الكريم؟ 75 تبارك الله، 75 موازية، 5 مطبوعين واحد لا، 5 مطبوعين واحد لا، واحد لا تبارك الله، كاع مطبوعين هذا مرسومين كلهم نمرة واحد ياك؟ طروازيام كلهم طروازيام، الله يبارك تبارك الله. أنت سلعة كثيرة تبارك الله. على السي عبد الكريم شوفوا، عليك مطبوعة أخو السي عبد الكريم ياك؟ مطبوعين كاملين كاملين، راه راه رشماح قال لك واحد لله. ما علينا كيف هو كي مش عم واحد ستة كلهم 57 75 باش داوهم تبارك الله تبارك الله، سلعة كبيرة سلعة كبيرة تبارك الله، مليح مليح صراحة مليح، والثمن راكي وش دا الله نوك الاخوان، والمطبوعين كيكون شوية زين، شوية الثمن الثمن كيكون زين. سي عبد الكريم بتقول النمر ديالك اللي بغى شي واحد شي حاجة اللي بغى
اي صد عليها صدعوني ما غير خاطرك هذاك اخوي الله يرحمه ويلي سبعك ايه اخبارك ما بغاش يدرني ما قلت لي صدعوه تبارك الله اخوان شي فحوله تبارك الله الله يبارك خير ربي الله يبارك وخير بلادنا الله يبارك خير بلاد المغرب تبارك الله الله يبارك صباح النور سي عبد الرحيم كي داير لاباس عليك هاني شحال كيعطيك هنا سي عبد الرحيم 140 140 يعطيك تبارك الله رفحوله اخوان راه الزين الثمن بالزين فهمتي تبارك 140 اللي عاطين تبارك الاخوه اللي غايجي الثمن ولكن راه دورها بحوله ماشي تذبحوا شي حاجه دار اللي بغى يصل منهم كاينه التصيله ديال الغنم الفراقشات والقرن والثوب وكمامه والدمعه تبارك الله 140 7000 درهم تبارك الله 7000 درهم اللي عاطين شوف الجب ديال الحولي قداش تبارك الله والمواصفات اخويا اللي كيسول على المواصفات كتكون الدمعه والكمامه والقرن مزوق وفراقشه كحلي والله يرحمنا شي نطلبوا والمليح راه كاين هذاك الاخوان حنا راه بحالنا بحالك حنا كيجينا في التمام بزاف ولكن راه هذاك الشيء اللي كاين كنا الفحوله كتكون في التمام بزاف كاين حاجه ندار لا نقدر بصح الرقم واحد ورقم جوج راه كيتباعوا بمليون مليون مليون ونص جوج ملايين حتى خمسه كاع الناس اللي كتفرج في شي ديال المون ديال لانو قول النمر ديال بين عارفين النمر قول النمر قول اخوان اللي بغاها مرحبا قول النمر اخوان النمر ديال كي كي هادي السيد ما عرفش يقول لي النمره 06 عندك 11 62 66 82 ها النمر ديال دار كاع هو الله يرحمه ويلي ها مقيد نمرته مسكين كاع ما حافظها الله يسخر سي عبد الرحيم اخوان السي عبد الرحيم راه كنعرفوه في السوق الله يسخر راه عمر لي الدار صراحه سلعته مليحه تبارك الله ولا عمر لي الدار سي عبد الرحيم السلعه هذيك راه حنا ولد بلاد تو عارفين السليعه لا عمر لي الدار وراجل معقول ما كاين لا كذوب لا مزوح مزاح لا والو شي تحيه للجمهور السي عبد الرحيم امين هادشي احسن كلمه كاع سمعناها اليوم الله يسهل عليك هادشي الله يسهل على الجميع الله يحفظك تبارك الله الاخوان اغلى البدريه تبارك الله اليوم موجوده والخير موجود الحمد لله خير موجود تبارك الله غنسولو السي شحال عاطينو الثمن شحال تبارك الله السلعه صباح النور خويا كي داير لاباس عليك نهارك مبروك اخويا الخير تالي اللي عاطينك اخويا عاطينا 36 36 تبارك الله 36 اللي عاطينا 1800 تبارك الله سلام قيس شحال من راس اخويا 23 23 راس 23 راس تبارك الله ما فيها لا حب لا والو لا عيب والو قيس تبارك الله المهم سلام قيس تبارك الله القرن والتوب تبارك الله زين الله يبارك سلام حي تبارك الله لا غلم زينة تبارك الله غلم مربعة تبارك الله كاين اللي مليح تبارك الله كي تاكلوا من السوق كاين الثمن ولا هو؟ كاين الثمن اخويا كاين الثمن الثمن راه ولا شحال هذا يقول الناس راه خويا قول النمر ديالك اللي بغاه شي واحد اي مرحبا قول النمر اخويا 06 66 66 12 12 34 34 90 90 قول لي هاد السلعه بحال هكا توصل العيد لا ويلي قول لي راه دابا كاين اللي عيد دابا تعيدي بيه حتى تعيد دابا راه غنم واكل شي هادي تبارك الله الكوري هادي راه بغا تجي بقى شهرين تجبد وتعطي اي تبارك الله هادشي لك الله يرحم والدي تبارك الله الاخوان واحد السلعه مليحه 100 شحال من خروف هادي كاينه 100 تبارك الله اخوان ها هما كي ما تبيعوش ها انا غناخذ ربع ديالي تبارك الله يا كان 100 خروف تبارك الله شحال قلت لي عطاو 32 32 اللي عاطين 1600 1600 تبارك الله 100 خروف ما قنعش او 32 ما قنعش الله يستر الناس كانوا كيتخاصموا عليها على حساب قالوا والله ما نبيع والله ما نبيع ب 32 شي ليك تبارك الله شحال كاين قاسمين لا شحال من راس هادي هادي 60 هادي 60 راس تبارك الله ها هي 60 راس تبارك الله سلعه كبيره سلعه كبيره تبارك الله مرحبا غير النمره ديالو وبيع لك الراجل يعطيكم 32 مالك
وهذا واحد يبيع واحد لا هي كاين اللي مليح تبارك الله السلعه كي دايره على الخرى هي الله يسخر لا كان شي يدير الربح الله يسخر لي ما سلوك ما على حسن العوار راه كاين العلف والثمن وداكشي كاين الثمن في السوق عطاهم 32 داك الراجل راه شي سمعتهم كاين يتغاوتوا ما بغاش يبيع قال لي لا ما نبيعش 32 قال لي 34 تبارك قال لي 1700 وعاطينو 1600 تبارك الله وقول النمره اخويا اللي بغاه يلا 06 41 06 23 41 41 21 17 تبارك الله اللي بغى النمره اللي بغاها مرحبا السلعه كي دايره كامله 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 بدريه وزينه وغلم ديال الدراوش العيب لك شي اسم محمد والو والو حبل تبارك الله هذه قلتي 60 60 راس وهذه 40 هذه 40 سلعه وحده تفحش وتفحش وشدهم بالجهد تبارك الله السلعه كاين اللي مليح تبارك الله والزين ها دوروا معايا اخوان شوفوها تبارك الله الاخوان الخير تبارك الله تباع الله يسخر المولاه ها هي 31 خروف تبارك الله تباعت الله يسخر اغلى من الثالثه تبارك الله سلعه نقيه كامله بالوح سلعه كي دايره تبارك الله وغنشارجوها معاه ان شاء الله وراه موالف يدي معنا السيده موالف يدي معنا عندها نهار كحد ودفع عليها السلعه هذه الله يسخر دابا عنده 130 خروف 130 اللي عنده والله يسخر ليه كي نطلب الله يسخر سلعه كي دايره كامله العيب والو تبارك الله السلعه الله يبارك واللي بغى شي حاجه الاخوان بحال هادشي مرحبا راه نخلو النمره ان شاء الله اللي بغى شي حاجه نحضروها اللي بغى بغى اغلى مغلي اغلاد من هادي بغى رقم من هادي اللي بغى مرحبا 31 خروف ولا مقيد الله يسخر الناس كنشارجيو مع السيد راس مولاي احمد تحياتي الله يسخر تبارك الله السلعه كبير كامل كامل اغلى تبارك الله اول اخوان تنشارجو معايا يعاونهم راه مكانش يعاونهم بقاو معنا تمشي تشوفوا الاثمنه في السوق تبارك الله الاخوان الله يبارك السلعه ديال البارح 22 راس باعت الله يسخر صاحب مولي احمد ها هو السيد هذا هو هذا السري هو الولد ديالو 22 راس تبارك الله السي عثمان السي عثمان هو تحيات السي عثمان الله يسخر تبارك الله السلعه تباعت اخوان ما لحقتش البارح انا في يوتيوب لحقت غير في فيسبوك والناس اللي سولوني ان شاء الله عثمان سنة حسوا بهم تبارك الله السلعه هذا يكون كبير 22 راس نقيه اغلى ما فيها لا عيب لا والو تبارك الله دار مع دار مع الناس ساعه ما دار شحال 28 الله يسخر 28 باش تباعت 1400 تبارك الله مرحبا يبغى شي حاجه رقيقه بحال شي مرحبا حتى اخوان هو تلاحت في القناه تلاحت في القناه ديالو الولد العربي صار الصغير اللي لاحت في القناه وانا لحت غير في فيسبوك اللي بغى شي حاجه بحال هادشي مرحبا 22 راس باعت ب 28400 الله يسخر دفع شويه جي دفع شويه جي ونبقاو تنشارجيو معاه مرحبا 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 خويا السلام مرحبا مرحبا تبارك الله عثمان راه كاين اللي مليح نلقى هاتم السلعه كي داير لا كاين نلقى هادشي اللي كاين الله يحفظك اخويا عثمان الله يحفظك الله يسخر الاخوان تحيه لكم تبارك الله الاخوان وحس ليعه باع السر حالي الله يسخر هي تبارك الله انسولوه تبارك الله سلعه مليحه تبارك الله وبدريه باقا صغيره وزينه تبارك الله تبارك الله سليعه سر حالي كي داير كي داير لبس عليك نهارك مبروك اخويا الخير بعتيك اخويا الله يسخر شحال داز اخويا الرحال 24 تبارك الله 24000 و200 باش تباع 24 الله يسخر ما مشات الخلا الحمد لله داكشي جاب الله جاب الله في خير الله يسخر ليه تبارك الله شحال من راس الحمد لله الساعه شحال من راس هي 14 14 راس تبارك الله تبارك الله السعر نقيه تبارك الله الله يعمر ربي المولى
امين الله يسخر ليه نطلبوا تبارك الله الصليعه زوينه مرقده منين اسد غنم سدلويه تبارك الله باينه غنم سدل راه القرني يوري تبارك الله الله يسخر زوينه تبارك الله كاين اللي مليح خويا رحال تقول لي مرا اللي بغا شي واحد بحال هادشي 06 70 94 34 29 29 مرحبا عندنا مايرا خلاها خويا بعناها ب 24 تباعت اخوات تباعت الله يسخر تبارك الله واحد السليعه مليحه تبارك الله عندنا شي مليحه كاع كلها والده تبارك الله الوليدات كي دايرين عشرين فرفه قال لك كلها سنه مليح جامعة كل سنة مليح تبارك الله. قالوا وليدات كثيرين تبارك الله. شحال اللي عاطينك اخويا شحال؟ شحال عطاك اخويا؟ 35 اللي عاطينا تبارك الله. عندك 1750 تبارك الله السلعة كثيرة كاملة تبارك الله عاطينو 35000 الولاد كثيرين تبارك الله الولاد زوينين. نعجة مليحة الولاد توما زينين تبارك الله 35000 اللي عاطين 1750 تبارك الله شحال من راس كاين هنا شحال كاين من راس 14 راس كاملة والدة 14 راس كاملة والدة هذيك الشحال هذيك احمد نجم تبارك الله اخوان غنم ديال القلعه تبارك الله الله يبارك تبارك الله السلعه كي دايره غنم مليح اش عطاك ابجيلي؟ عطاونا التيشيرت ما عطاوك والو باقي ما عطاوكش تبارك الله السلعه باقي ما عطاوش تبارك الله تبارك الله السلعه باقي ما عطاوش تبارك الله مليح كاين قال لك الثنيه الرباعيه الاولاد تبارك الله كاين اللي مليح والزين باقي ما عاطين والو ما عطاوش